اكمل طبعا انا بس اكيد. في حته دي، معلش. اتفضل. انا بشوف يعني والله انا مقدر المروان اللي بيعمله وكل حاجه، بس هو ما قدرش يعمل ده، مش مروان بس، لعيبه كتير ما قدرش يعمل ده سواء زمالك او اهلي. انا بشوف ان دي مشكله عند اللعيب، يعني بشوف ان مروان اشتغل الى حد ما كويس مع المنتخب، اشتغل الى طبعا عامل سيزون قلنا جيد جدا مع فرقه سموح. في المجمل انت ما قدرتش تعمل العطاءات دي ليه؟ نفس فكره مصطفى فتحي، ما قدرتش تعمل العطاءات دي ليه مع فرقه الزمالك؟ ده بشوفه ان هي مش بقى موضوع فني، انت عندك مشكله نفسيه، انك مش قادر تستحمل ضغط بتاع ان عندك جمهور فيري ديماندنج، متطلب جدا، عايز منك انك على طول في التوب فورم. نفس الفكره زي لعيبه السيد الجزيري، دي مشكله زي ما بيقول، مشكله مثلا ان هو مش بيلاقي المساحات دي مع الزمالك والاهلي، او مشكله طريقه لعب، او مشكله ان الزمالك طيب. مش بيستندوه انا بشوف ان في مثل يا جهاد على ده مهم جدا واضح جدا ليا وضوح الشمس، لعيب زي احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو اول لما جه نادي الزمالك ما كانش بيلعب اساسي بشكل اللي هو زي دلوقتي، ما كانش نجم الفرقه. طيب ابتدى زيزو السنه الثانيه عمل موسم جيد جدا، قبل ما يجدد زيزو مر بفتره فراغ كبيره جدا، وجمهور الزمالك كان بيقول ما يجددلوش. هنا اللعيب والشخصيه ان انا عايز ان انا اكون احمد سيد زيزو اللي هو المكان اللي هو فيها، فتحولت ان انا واحد من اللعيب المنتسب المشجع الاهلاوي قبل الزملكاوي بيطالب ان احمد سيد زيزو يبقى اساسي في منتخب مصر، وان يتم تعديل مركز محمد صلاح عشان احمد سيد زيزو يلعب، او ان احمد سيد زيزو يتم له مركز في نص الملعب. انا ليه بقول بدي مثلا لاحمد سيد زيزو؟ ان بقول ان لعيب الكوره هو اللي بيفرض بالظبط كده. طيب انت فارض شخصيتك بسموحه، ليه مروان الفيرجن ده مش موجود في الزمالك؟ ما تقنعنيش ان انا كارتيرون، انا وداود يعني مش من انصاره خالص خالص، من وهو في عز كارتيرون، لكن هو طريقه اعتماد كارتيرون على دايما مهاجم، انا عايز مهاجم زي مروان. هو كان بيساند يعني مروان في وجوده. هي دي نقطه برضو مهمه ان مروان نفسه مدركها، ودي النقطه اللي انا بدات بيها كلامي. مروان هو اللي قرر يمشي، هو حاسس ان انا دلوقتي مش قد الزمالك، يعني انا بحترف في النقطه دي في مروان. هو مقدر امكانياته الفنيه بشكل مميز جدا، قال انا دلوقتي ما اقدرش العب زمالك، مش هقدر استحمل الزمالك. الطبيعي للاعب ايه؟ التطور الطبيعي للاعب انك تعمل كل الشغل الفني بتاعك بره اهلي وزمالك، لان مشكلتك في الزمالك مش بتكون ضغوطات فنيه بس، بتكون ضغوطات نفسيه كمان. فانت ده بقى اللي انا بتكلم فيها دول. انت دلوقتي معلش انا والله محترم اللي انت بتقوله، يعني هي الخلاف في حته صغيره، انت بتقول انا معجب جدا بقراره ان هو خرج يلعب، انا افهمها مش دي بس خرج يلعب، لعيب ناشئ مش بس كان بيدور على اللعب، هي دي النقطه اللي بتكلم فيها. والمهم جدا ايه، انت امكانيات انت عايز تلعب منتخب مصر، انت بالعكس ده انت المفروض ما كانش مستحمل الضغط النفسي، ما كانش مستحمل الضغط النفسي بتاع الزمالك. يعني انا متفاهمه وجهه نظر جوهري ان هو بيتكلم ان هو ما هو التطور الطبيعي ان انت هتوصل لمرحله ان انت تثبت التطور بتاعك ده في نادي كبير، بس في نفس الوقت احنا شايفين ان مروان حمدي دلوقتي بيقدم اداء احسن من اللي كان بيقدمه. ايوه ما قدمش المستوى ده مع مصر، يعني التعاقد مع مروان حمدي ده كان غلط جدا وقت ما حصل. مروان انت شايف ان مروان المفروض يبقى موجود مع المنتخب في الفتره الجايه؟ واحد من ضمن الاداء اللي بيقدمه دلوقتي. طب حسب نوع المهاجم اللي محتاجه، لان دي نقطه مهمه جدا، نوع المهاجم اللي محتاجه الكابتن ايهاب جلال لو بيلعب ازاي؟ احنا دلوقتي مش بنتكلم في طريقه كابتن ايهاب، احنا بنتكلم على الاداء اللي بيقدمه مروان حمدي. يستاهل يكون ضمن اسماء هداف الدوري الممتاز، طبيعي ان هو